يشوع وأصحاح 3. قبل المشهد ده ربنا اتكلم مع يشوع في الأول في أصحاح 1، وده كان أول مرة الرب كلم يشوع، قال له كما كنت مع موسى أكون معك. تشدد وتشجع، لا يبرح سفر الشريعة من فمك، تلهك فيه نهارا وليلا، حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. وبعدين بعت الجواسيس، وجم الجواسيس بتقرير فظيع جدا، مع ان الاسوار شديده والمدن حصينه، لكن المره دي جم بتقرير غير الجواسيس الاولانيين، وقالوا ليشوع الكلمات دي في نهايه اصحاح 2، ان الرب قد دفع بيدنا الارض كلها. يعني ايش معنى يعني؟ ايه اللي حصل يعني؟ قال في رعب وقع على الناس. أنا شفت المرأة الزانية وهي بتخبينا، وإزاي ربنا وهب لنا، وهي بتقول إن أنا عارفين إن أنتوا هتاخدوا المدن ديت. حاجة غريبة جدا. وبعدين جاء العدد اللي أنا عايز أقراه في أصح 3، وقال يشوع للشعب في عدد 5، تقدسوا لأن الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. وربط يشوع ما بين الحقيقتين دول، ما بين قداسة المؤمنين شعب الله كنيسته، وبين العجائب والآيات التي يصنعها الله لتحقيق المواعيد الإلهية. ربنا عايز يدينا أرض كثيرة للامتلاك، الظلمة تنقشع والنور يملأها وملايين تيجي للحياة الأبدية. ربنا عايز يعمل كده، ربنا عايز يدفع علينا الأرض، مش نمتلك التراب والمباني، لا 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 لا، عشان نحرر الناس من أسرى الشيطان، من عبودية الخطية والفساد إلى حرية مجد أولاد الله. لكن ربط ما بين إيد الله الممدودة الصانعة ببأس وبين تقدسه. في العهد القديم كلمة تقدسه كانت مرتبطة بغسلات معينة وامتناع عن الخطية وتطهير وأمور تتعلق بالنقاء بالطهارة. لكن العهد الجديد فسر لنا القداسة بمعنى أعمق بكتير قوي، وبمعنى له علاقة حقيقية باللي ربنا عايز يعمله. إيه العلاقة بإن إيدي تبقى نظيفة وإن ربنا يستخدمها؟ ربنا عايز القلب الطاهر والنقي. ربنا مش عايز إجراءات أعملها عشان أبقى مقدس، لكن بيتكلم عن القداسة بمفهوم آخر أعمق، وله علاقة بعلاقتي بربنا، وإزاي ربنا القداسة ديت الله تمكنه إنه يستخدمني في أمور عظيمة ورائعة. تقدسوا بالمعنى اللي هنفهمه في العهد الجديد اللي كتبه بولس في رسالة كورنثوس وأصحاح 5 الثانية. والنتيجة الحتمية غدا الله يعمل في وسطنا عجائب، مش بعد شهر، مش بعد سنة، مش بعدين، مش بعد الجيل اللي جاي، لا لا لا، بكرة بكرة هتشوفه. تقدس اليوم، اليوم ترى غدا عجائب، ترى غدا عجائب.